السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء